بطنجرة على نار متوسطة حطوا الحليب، المي، الملح والسكر والزبدة لحد ما تدوب الزبدة. طبعا الطنجرة لساتها على النار، ضيفوا الطحين وضلوا عم تحركوا لحد ما تصير مثل عجينة. وهلا حطوها بزبدية تخفق وخلوها شي 5 دقايق لحد ما تبرد شوي. وهلا منضيف البيض، لازم تضيفون تدريجيا، بيضة بتخفقوا بترجع بتضيفوا بيضة بترجع بتخفقوا لحد ما يخلصوا. طبعا أنا كنت عم بعمل كل التحريك بإيدي، بس تعبت إيدي فلقيت الطريقة الأسهل إنه الواحد يستعمل الآلة. وهلا اضيفوا الفانيليا. وهلا بنحط الخليط بكيس حلواني، او اذا عندكم كيس سميك حطوا الخليط جواته، بعدين قصوا بالمقص على طرف وعملوا أشكال دائرية مثل ما حتشوفوا هلأ. طبعا حموا الفرن على 180 درجة لبين ما تخلصوا تشكيل الدوائر. وهلأ منرش على كل وحدة حبيبات السكر يلي مثل ما قلت لكم ما بتدوب لما تنحط بالفرن. بس تخلصوا رش السكر دخلوه على الفرن لمدة تقريبا 20 دقيقة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة.